خلينا نشرح الاحداث المهمه اللي صارت في عرض السماك داون لهذا الاسبوع. ويا جماعه الخير اعذرونا، هذا الفيديو ما راح يكون طويل، يعني لانه راح نشرح بس الاشياء المهمه اللي صارت، لانه صار في عجقه ويا دوب قدرنا ننتج اصلا. فادوا لاخواننا في فلسطين ونبلش بالفيديو اليوم. ويلكم تو سماك داون. اكنولج مي يو كانت سي اندرستاند ذس او يس وي ار او مي ابتدينا العرض بدخول العاهة لوغان بول. يا جماعة الخير، لوغان بول بس يحكي انه اعرفه انه كلامه مش مهم بالمرة، ولا بيعني لنا بإشي، ولا إله صلة بشلن يعني بشغلة بالدبليو دبليو اي. تمام، ايش اللي عمله؟ بس عشان يورجوك هالسجادة انه عليها اشارة البرايم المنتوج الخرا تبعه. رضوكتو يا جماعة الخير، والله العظيم انه اشي بيخزي مش زاكي بالمرة، مش فاهم ايش الناس مكيفة عليه. المهم دخل معه كي اس اي الحلبة ويلا بلشت نقاش يوتيوبرز هسه، عاملين لحالهم زلام. الا فجأة دقت هجم عليهم راندي اورتون من ورا واجا بده يعطي لوغان بول، بس لوغان بول فلت منها، بس كي اس اي ما قدر يفلت منها طبعا يعني، وكان ميت من الخوف واكل هوا. وبعدها راح ذاك البرايم تاعه وصار يحكي له دليشس مع انه بكذب. راندي اورتون متاكد انه كذاب، مش زاكي بالمره. والمهم راح على كي اس اي. وبعدها بفقره مباشره دخل كيفن اونز وعشان يلعب المباراه ضد الاغبياء الاثنين شو عبد الشو واستن ثيري. ما بدي اقعد هسه اضيع وقت والخص لكم المباراه، لانه صراحه ما في وقت بالمره يا جماعه الخير. بس هي الصور قدامكم وشوفوا المباراه ما احلاها، جد كانت بتجنن يعني، وانتهت اكيد باركي يوم خرافي من راندي اورتون وفوزهم. وكانوا واقفين بهي اللقطه، لكن دخل عليهم لوغان بول وصارت الدراما الاتيه قدامكم. اجى بده يضربهم بالنكلز هذه الموجوده، راح راندي اورتون صدها، وبعدين اجى بده يضرب كيفن اوينز وما زبطتش معه، بس كيفن اوينز ادرك انه هاي اجت بالغلط اصلا. فبعدين انتهت الفقره، اهم شيء انه انتهت هاي الفقره بانه لوغان بول زعلان. انا دائما بحب اشوفه انه زعلان وانتهت. يا جماعة الخير فيش داعي نحكي فيهم، لأنه كل عرض سماك داون بتكرروا نفس الأشياء الغبية هاي اللي قاعدة عم بتصير، اللي هي مباراة سانتوس كبار ضد فريق ريمستيريو الـ LWO. وتنسوش كمان الأسبوع الجاري ميستيريو راح يرجع وعشان نحكي عنه كثير، وإن شاء الله يا رب إنه يهينا هالمسخرة هاي اللي قاعدة عم بتصير. وكالعادة عداوة بوبي لاشلي وفريقه ضد فريق الـ AOP وكارون كروس، بس يعني ما مش محتاج نحكي فيها لأنه أشياء تافهة للأمانة. المهم ننتقل للإشي المهم هسا، والإشي اللي كثير كثير مهم ولازم نحكي فيه. دخل عنا الترايبل تشيف رومان رينز وكل بلود لاين اللي معاه. بعد يا جماعة الخير ركزوا لي على الدخل الأسطوري اللي دخل فيها ذروك. ايش هذا؟ ايش هذا؟ شو هذا؟ دخلي وطلعوا كيف الضوء اجى عليه، طلع جسمه بطريقة خرافية بشكل يعني مش طبيعي جد. اي اول مرة بحياتي بشوف الدخلة هاي، ليش عملوها ما بعرف يعني، بس شغلة استثنائية. اليوم على فكرة الدخلات كلها استثنائية. ودخل الامريكان نايت مير الكابوس الامريكي المرعب كودي باشا ورا سيث رولينز، مش عارف ليش دخلوا كأنه عم بيدخلوا مع ذا شيلد يعني، مش فاهم انا يعني، بس في اشي مميز بالدخلات كلياتها. بعد عشانهم دخلوا بغنية كود رودز، فكل الجمهور صار يغني مع سيث رونز ويغنوا بغنيته، فانقهر ضروك من اي الشغلة انا شفته للامانة. كود رودز مسك الميكروفون هذا وصار يحكي لحظة صمت يا جماعة الخير، عشان احنا اجينا هون احنا الاربعة بطريقة استثنائية، وانا فخور ان جزء من هذه الحلقة ان موجودين هيك كلياتنا وهيك. فهلأ ندخل بصلب الموضوع، وانت ضروك اطلقت علينا تحدي وانا سمعت التحدي تاعك وهون جايين عشان نقبله. بس قبل ما نقبله انا جاي احكي انه انت كيف لك السلطة، او انت كيف لك الاثوريتي انك تحكي بهيك مواضيع يعني. انا بعرف انك انت قبل الاسبوع الماضي اصلا كنت معترف برومان رينز، فانه واحد معترف برومان رينز كيف يعني لك الصلاحيه انك تعمل زي هيك؟ فانا جاي بدي اخبرك عن قراري انه انا قال له ذا روك انت سكر ثمك، وراح لف على سيث رولينز مش عارف شو دخل سيث رولينز، قال وانت كمان سكر ثمك قبل ما تبلش تحكي اصلا، قبل ما نحكي عن التحدي وقبل ما نحكي اي شغله، وانه هون احنا اصلا جايين عشان تحدي. فبدي اوضح لك شغله اللي بتضلك تحكي وانت مش عارف شو الكلام اللي بيطلع من ثمك. هذا عيله، فانا لما اعترف فيه هذه اشياء لها علاقه بالعيله، اشياء اكبر منك وما راح تفهمها عمرك بحياتك، فانا اعترفت فيه هذه عشان العيله. ثاني شيء ندخل، وقلت لك التحدي كالاتي، التحدي انه بدك تواجهني انا ورومان رينز، اذا فزتوا ما حدا راح دخل مباراتك، راح تكون لحالك وجه بوجه خالي تماما مع رومان رينز، واذا احنا فزنا راح تلعب قواعد البلود لاين. فلايك بدي اياك تعطيني القرار النهائي، شو قرارك النهائي؟
جماعة الخير سيث رولينز ولعت معه عصب على الأخير. تمام صار سيث رولينز يقول له اسمع مستر مرحلة منتصف العمر بدي أقول لك شغلة إنه أنت خلص انتهى وقتك، أنت عارف وأنا عارف إنه إحنا حاطين كل إشي موجود في الدبليو دبليو مستقبل أي شركة على المحك، فإنه خلص ما رح نسمح لك تضيع هاي الفرصة، بدك تعرف شو الجواب النهائي؟ إحنا قبلانين. طبعا يا جماعة الخير رومان رينز صار يضحك ولا تمام بضحك بحشش على ضحكه للأمانة. صار يقول له رومان رينز تمام أنت هسه خليته هو اللي يحكي عنك، يعني أنت مالكاش لسان تحكي، أنا ما توقعت بحياتي أشوف هذا الإشي، يعني أنا أصلا أنت شكلك من تكساس يعني عشان هيك أنت قاعد تخليه يحكي عنك، فأنت يعني شغال زي هيك بس هذا هو شغلك. ذا روك رجع بده يتفلسف ويحكي إلا فجأة الجمهور بسكتوا قاعدين بيغنوا أو بيحكوا الكلمة هذيك اللي حكاها سيث رولينز بالعرض الماضي اللي هي دايلر الإسهال هذه تاعت دوين. طبعا سيث رولينز كيف صار يرقص. المهم ذا روك رجع بده يعبث بالحكي زي سماك داون الماضي، ما علينا من العبث هذا، اللي بدنا نفهمه من العبث اللي صار الكلام اللي بعده اللي هو صار يقول له انت قاعد تحكي لي انه انت ما لك سلطه ولا لك اثرتي، طبعا انت بتعرف انه انا شاري شركه شاري اسهم بشركه تي كي او، فمعناها انه انا اللي قرر بهذا الموضوع، ومعناها كمان وراح الجهة الثانية من جهة كودرودز وصار يحكي معه كلام كبير، صار يقول له انه انت عندك عيلة مكونة من 3 اشخاص، تمام عندك اختك مشهورة وعاملة انجاز تاريخي، عندك كمان اخوك الاكبر راح يصير هولو فيمر قريبا وهو بعيوننا كلياتنا هولو فيمر، وابوك اسطورة، انت جاي غلطة. كودرودز حنشت معه وعصب، اجا بده يمسك ما يحكي معه وعطاه كف من اللي بحبه قلبك، ورد ذروك صار يضحك بوجهه، بس بعدين رومان رينز اجا بده يهدي الموضوع وانتهت الفقرة زي هيك. هذا كان عندنا كل شيء بالنسبة لملخص عرض السماك داون، طبعا يعني الفقرة الأخيرة إيجابية جدا وكثير حلوة، وأنا أتأكد إنه كل الناس كيف هاي الفقرة بالذات وصار فيها أشياء كثير حلوة، ما حبيت صراحة إنه كودي رودز يعني ياخذ حقه ويسد الكف، بس يلا مش مشكلة، المهم إنه قبل المباراة وإن شاء الله يا رب بنخلص من كودي رودز كامل. ويا جماعة الخير بحب أضيف شغل إنه إحنا عملنا انترو جديد عشان رمضان، ما بدنا يا جماعة الخير نكسب إثمكم ولا حتى كمان نكسبكم إثم إنه عشان إنه أنتوا تسمعوا أغاني وكذا زيك، ما راح نحط أغاني بالمونتاج برمضان، راح يكون في انترو بس هيك بدون أغنية، وحتى أغنية ورا كلامنا ما راح نحط كمان برضه، وإن شاء الله يا رب يكون رمضان كريم علينا جميعا. لا تنسى إذا عجبك هذا الفيديو حط لايك واشتراك وفعل جل الجرس، نشوفكم على الفيديوهات الجاية وحوش، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.